الشهيد النمر رحمة الله عليه هو مصداق للكلمة بأن رجل قام بكلمة حق أمام سلطان جائر، وهذه كلمة الحق أمام سلطان جائر أوصلته بأن يتم قطع رأسه. الزمان أم قصر سوف تولون الدبر، سوف تولون الدبر، سوف تولون الدبر قبل 4 أعوام في مثل هذه الأيام استشهد الشهيد نمر الشيخ نمر باقر النمر على أيدي السلطات السعودية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آل سعود أعداء الله، لا إله إلا الله، قتلوا النمر حبيب الله، لا إله إلا النمر حبيب الله، كان الشهيد النمر يمثل كلمة الحق في وجه الطغيان وفي وجه الجبروت آل سعود في زمن قل فيه نظيره، وكان الشهيد النمر هو كلمة الحق في وجه آل سعود، قد قال كلمته وكان يعلم تكلفة هذه الكلمة التي سوف يهب فيها روحه ونفسه. آل سعود نو مور، 5678 سعودي از ا تيرور ستيت، قام النظام السعودي بدم بارد بقتل الشهيد النمر مع رفاقه في صبيحة يوم 1/1 من عام 2016، على أمل أن يقمد هذا الصوت الثائر الذي صدح بالدفاع عن أبناء شعبه المظلوم الذي يطالب بحقوقه وأبناء شعب البحرين.